النتيجة بعد اختلاف من بداية المباراة. تبقى النتيجة كما هي 0-0 ما بين منتخب الكوت ديفوار ومنتخب المالي، وهجوم معاكس لصالح منتخب الكوت ديفوار، وتوزيع الهدف والهدف الأول في المباراة هذه عن طريق أداما كوني يفتتح النتيجة بعد دقيقتين و25 ثانية منذ انطلاق المباراة. كان باش يكون هدف لصالح المنتخب المالي عن طريق عثمان سومانو، ويتمكن أداما كوني من تحقيق الهدف الأول لصالح منتخب الكوت ديفوار، هدف لصفر بعد مضي دقيقتين ونصف من هذه المباراة الترتيبية. إعادة لهذا الهدف، التوزيع من وترة، التوزيع أرضية، يخرج الحارس ما يخوهاش، وأداما يحقق الهدف الأول لصالح المنتخب الكوت ديفوار، هدف مقابل صفر. انطلاقة طيبة لهذه المباراة بالعشر تشكيلة المنتخب المالي: عثمان صاروتا، موسى كيتا، سنقري، سليمان، جندو، عمر، سيدي بي، نداي، ديمبا، ياتوما، جوب، تراوري، بريما، سنقري، حبيب، خلفي مكان جندو، عمر في الشوط الأول، ديالو، أمادو، فاتي، سمانو، عثمان، وهدف المنتخب المالي. وهدف المنتخب المالي بعد 45 ثانية. إعادة للهدف، سومانو وضربة رأسية، خروج من حارس غوميني، والهدف التعادل لصالح المنتخب المالي. عن طريق أمادو ديالو، هدف بعد 45 دقيقة. ديالو، سانغاري، سومانو، والتمرير نتاعو مقطع، أداما كوني، ميشيل باسوري في اتجاه وترا الآن، وترا يبعد على موسى كيتا، وترا ممتاز جدا، أحمد وترا. هاي الهدف انت احمد وترى رائع في البداية وفي التسليم في نهاية الامر، يبعد على موسى كيتا بكل سرعة، مهد للتوزيع، الدفاع كان يظن انه بش يوزع لكن غلط الحارس فاروتا، ما بين ساقين الحارس، وتكون الهدف الثاني لصالح الكوت ديفوار في 23 دقيقة لعب من الشوط الثاني. هاي إعادة باهي الهدف، هاي المراوغة الأولى، والهدف الثاني للكوت ديفوار، هدفين لهدف إذا للكوت ديفوار أمام المالي في هذا اللقاء الترتيبي للحصول على المرتبة الثالثة. وترى إذا يتمكن من تغيير النتيجة لصالح منتخب الكوت ديفوار، هدفين مقابل هدف لفايت الكوت ديفوار أمام المالي. ننتظر ربما الإجابة من المالي اللي بدأ هذا الشوط الثاني بقوة، تمكن من تعديل النتيجة في 45 ثانية، ثم طبعا تعديل النتيجة، تعديل بالنسبة للهدف الأول اللي سجله فريق الكوت ديفوار عن طريق أداما كوني منذ بداية المباراة في الدقيقة الثانية ونصف من الشوط الأول. الآن الهدف الثاني، هدفين لهدف لصالح الكوت ديفوار أمام المالي. موسى كيتا، جيل، جوب، ديمبا، سومانو، أرسنوبو مباشرة في 25 دقيقة لعب من الشوط الثاني، ونتيجة هدفين لهدف لصالح الكوت ديفوار أمام المالي. وترى ميشيل باسولي باهية التمريرة لسيدوناز، والتسديد الهدف الثالث لصالح الكوت ديفوار عن طريق سيدوناز في الدقيقة 25 من الشوط الثاني. التمريرة ممتازة جدا، وسيدوناز اللاعب رقم 21 اوليفيا يتمكن من تحقيق الهدف الثالث لصالح الكوت ديفوار.
أمام المنتخب المالي، 3 أهداف مقابل هدف. إعادة أخرى للهدف الثالث.